تفيد أرقام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مدينة غزة بتسجيل 6 حالات قتل أو انتحار بسبب عنف زوجي مفترض في عام 2019، لكن في عام 2020 ارتفع عدد هذه الحالات إلى 19 حالة في القطاع المحاصر. وتقر السلطات بأن القانون ليس دائماً لمصلحة المرأة في غزة، كما أن الحلول بحسب حقوقيين لم ترتقي بعد بما فيه الكفاية لحماية النساء في غزة، خاصة أن تنفيذ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم قد يتأخر لوقت طويل. لنتابع التقرير. لم يبقى لهذين الأبوين من ذكرى ابنتهما استبرق سوى الصور. مضى عام وما زالا يعيشان على أمل تحقيق العدل لها. كان عمرها 17 عاما حين ضربها زوجها وهي حامل حتى الموت. 50 ضربة قضت عليها وعلى الجنين في رحمها. كنت غزة بالتشريح، بحكي الدكتور لهم بعد ما أجابوها لما تقريبا الساعة 10 بالليل. البنت مضروبة ضرب مش واقعة، عليها ضرب نزيف بالمخ، عندها نزيف بالرئتين، عندها بأضلاع جسمها كلها متكسرة متهششة تهشيش. ليست المرة الأولى التي تروي فيها الأم الثكلى تفاصيل مقتل ابنتها، تفاصيل تثير دموع الأب كل مرة. يعني مبين قدامه واعترفات بلسانه ومضى عليها. المفروض هم يسارع في القضاء، يعني القضاء المفروض يسارع، يعني ياخذ القصاص على طول، ما يستناش. هي سنة وشهر ما عملوش ولا حاجة، سنة وشهر ما عملوش ولا حاجة. بلقاني روح جيب لقاني السكن. القصة مأساوية ولكنها ليست الأولى. هذا قبر ضحية أخرى قتلها زوجها أمام أطفالها الأربعة. فكاين خبطها في صدرها في الأماكن الريش ومكسر الأماكن، هذا كله من البوكسات. وكان في مربطها من إيديها. اللي اكتشفناه بأنه كاين هو مربطها علشان ما تهربش عنا، كاين ضربها ومربطها عشان ما تهربش عنا وسيبها وطالع. في هذه الفترة اللي سابها فيها كاين في نزيف داخلي حاد، وكاين تنزف إجا لقاها إيش متوفية. فالطب الشرعي أكد ذلك، فصار الأمر أمر عام، يعني الموضوع الكل عرف فيه وصار رأي عام، جريمة بشعة ارتكبها زوجها. ورغم صدور حكم الإعدام فإنه لم ينفذ حتى الآن. الحمد لله، يعني تم اتخاذ قرار حكم الإعدام بعد 5 شهور من افتعال الجريمة. مصير استبرق ونهى يعكس حال عدد كبير من نساء غزة، إذ يفيد تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الفلسطيني عام 2019 بأن أكثر من 38% من النساء في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ عام 2007 تعرضن لعنف نفسي وجسدي. ضمن الثقافة المجتمعية فالذكر هو المسيطر وهو المهيمن، فبعض النساء يتعرضن للضرب والشتم والإهانة من الزوج ويعتبر أن هذا حق من حقوقه وليس نوع من أنواع العنف التي تتعرض إليه بشكل شبه يومي أحيانا. أزمة زادت منذ الجائحة وتعمقت مع استفحال الوضع الاقتصادي سوءا. يعني هو إحنا لو بدنا نحكي صراحة عن وتيرة العنف ضد النساء فهي في ازدياد واضح وملاحظ، ليس فقط في فلسطين ولكن في العالم أجمع. والوقفة هاي لليوم وقفناها هي كانت ضمن بيان مشترك أتت به جميع المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان للمطالبة بإنهاء العنف ضد النساء، خصوصا موضوع قتل النساء اللي انتشروا بشكل واضح وكبير في الآونة الأخيرة. تصطدم النساء في غزة بقانون الأحوال الشخصية الذي يختص بقضايا الطلاق والحضانة والميراث، وينتقد خبراء استمرار تطبيقه منذ 50ات القرن الماضي، إذ يهدد هذا القانون الأمهات المعنفات بخسارة حضانات أطفالهن في حال لجوئهن لطلب الطلاق وإلقاء اللوم عليهن كمسؤولات عن العنف الذي تعرضن له، فضلا عن وصمة العار التي تلاحقهن.
ونرحب معنا من غزة عبر الأقمار الصناعية بأمان الدحدوح، وهي محامية وعضو وحدة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين النظاميين. أهلا وسهلا بك معنا. إذن كما تابعنا للتو، عدد كبير من النساء في غزة يتعرضن لكافة أشكال العنف، وطبعا الأفق ضيق جدا في القطاع المحاصر. إلى أي مدى تعتقدين أن هذا أساسا قد يعقد من الإجراءات القانونية، وقد يقف عائقا كذلك أمام التبليغ عن حالات العنف وأمام الجرائم، وعن الجرائم أقصد التي ترتكب بحق النساء؟ بداية أرحب بك عزيزتي. أنا سعيدة بهذا اللقاء للحديث عن ظاهرة، والظاهرة تكاد أن تكون قديمة حديثة للأسف، فبالتالي فهذه الظاهرة أصبحت تواجه انتشارا كبيرا سواء على صعيد المجتمع الفلسطيني وعلى صعيد اللي هو الوطن العربي بشكل عام. فبالتالي نحن نعلم والجميع يعلم ويرى بأن المجتمع الفلسطيني وخصوصا قطاع غزة يواجه حالة انقسام كبيرة فيما بيننا وبين الضفة الغربية. فبالتالي هذا سبب أساسي ورئيسي في زيادة هذه الظاهرة. فبالتالي ظاهرة اللي هو العنف ضد المرأة تواجه وبكثرة، وخاصة في الآونة الأخيرة. فبالتالي نرى مع هناك زيادة في حالات القتل التي تتعرض لها المرأة. فدعينا نرى إلى كثير من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة، منها اللي هو حكينا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه هذا القطاع. أيضا إحنا نرى هناك قوانين وضعت لحماية المرأة والدفاع عن حقوق المرأة، ولكن الأمر الذي نرى معه بأن هذه القوانين بحاجة إلى تعديل حتى تتواكب مع التطورات الاجتماعية. فنرى أن حالات القتل التي أصبحت ظاهرة متعددة على المستوى القانوني. هناك العديد من الثغرات في القانون، التأخر أيضا في تطبيق القانون. تحدثت للتو عن ضرورة لمراجعة ربما النصوص القانونية، ولكن أيضا هناك مطالب بمراجعة العقوبات. هل هذا وارد في هذه المرحلة، وهل من خطوات في هذا الاتجاه؟ نحن نطالب بهذا القرار اللي هو قرار تعديل القوانين. نرى أن هناك قانون الأحوال الشخصية، هو قانون قديم من أيام الحكم العثماني. فبالتالي مع التطورات الأخيرة الحاصلة على صعيد اللي هو المجتمع الحالي، فبالتالي بحاجة إلى تعديل في هذه القوانين حتى يكون هناك مواكبة للتطورات الاجتماعية الحاصلة، فبالتالي حتى تستطيع المرأة الحصول على حقوقها بأكملها والاستطاعة اللي هو المثول أمام اللي هو المحاكم لتمكنها من الدفاع عن حقها ومن اللي هو مواجهة العنف الواقع عليها. أيضا هناك في قانون اللي هو قانون العقوبات الفلسطيني اللي هو رقم 74 لسنة 36، أيضا وضع عقوبات اللي هو لمحاولة ردع بعض اللي هو الإيذاءات والإيحاءات التي تتعرض إليها المرأة في مجتمعنا الفلسطيني. ولكن دعينا نرى إلى السبب الأساسي في هذه الظاهرة. هناك أسباب متعددة حكينا منها اللي هو الانقسام الفلسطيني سبب أساسي في أنه لابد من وجود قانون يعني موحد للردع من هذه الظاهرة. فنحن عندما تتوجه المرأة للمحاكم للحصول على حقوقها والدفاع عن نفسها، فبالتالي نرى بأن هناك القانون مش دائما بيكون منصف لها، وبالتالي الحاجة لأنه نحن نعدل في هذا القانون حتى يكون نخرج بأحكام. نعم، حتى أن الأمم المتحدة تصف هذه القوانين المعمول بها في قطاع غزة بأنها رجعية ومجحفة تمييزية ضد النساء، خاصة فيما له علاقة بالجرائم التي ترتكب بدعوى الشرف. هناك بعض الحملات التوعوية التي تقام برعاية أممية، لكن هل تطالبون المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل بشكل أكبر لتغيير مسار الأمور؟
أكيد بالطبع نحن نطالب بهذه المطالب التي تطالب بها الأمم المتحدة. فدعينا نرى هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 أكد على حق المرأة وأكد على القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة. واعتمدت أيضا الجمعية العمومية للأمم المتحدة على هذا الصرح، وهناك بعض نصوص المواد التي أكدت على اللي هو قضاء على التمييز بين المرأة. فبالتالي نحن نطالب بتعديل اللي هو القوانين الراهنة حتى تكون مطابقة لكافة الاتفاقيات الدولية، حتى نكون هناك أمام قضاء منصف وعادل لحق المرأة. لأنه إحنا بالنهاية إحنا نطالب بأن تكون هناك أحكام قضائية عادلة منصفة لحقوق المرأة، بينما القوانين الحالية فبالتالي لا تواكب التطورات الاجتماعية الحاصلة. نعم. لهيك احنا بنطالب بهذا المطلب. نعم. والأطفال نقطة ضعف النساء أينما كان، نقطة ضعف المرأة كذلك في قطاع غزة، تهدد من خلالهم، تبتز من خلالهم، تسكت عن العنف للبقاء بجانبهم. ومن هنا ربما ضرورة الحماية، ضرورة تعزيز الحماية، لكن المراكز قليلة والموارد شحيحة. هل من خطط تعملون عليها لتعزيز الحماية؟ صحيح، نعم، هناك اللي هو العديد من المراكز النسوية ومراكز حقوق الإنسان التي تقوم بتقديم كافة أنواع الدعم للمرأة، سواء على الناحية الاجتماعية، الثقافة، الدعم النفسي، الدعم المالي أيضا. فهناك تعمل بجدية كبيرة وتحط على رأس الأولوية هذه الأمور. فبالتالي فيما يتعلق اللي هو بالحضانة وبالأطفال، نحن شاهدنا اللي هو ديوان القضاء في الأونة الأخيرة عمل على زيادة الوعي لدى النساء في بعض الأمور، فأصدر بعض التعميمات القضائية في الأونة الأخيرة التي تؤكد على حق المرأة اللي هو بحضانة الأطفال. هناك نرى مع هناك بعض النساء حرمنا من مشاهدة أطفالهن لسنوات عدة. فبالتالي وجود المحاكم ووجود القوانين التي تؤكد على حق المرأة ولجوء المرأة إلى المحاكم ووجود مثل هذه التعميمات، فبالتالي يؤدي إلى دعم المرأة ويصبح ويجعل من هذه المرأة امرأة قوية تتمكن من اللي هو مطالبة حقها اللي هو الحقوق الشرعية التي كفلها اللي هو ديننا الحنيف على ذلك. باختصار، ماذا تقولين المراكز؟ نعم، ماذا تقولين لكل سيدة فلسطينية اليوم تعنف لكن لا تستطيع الدفاع عن نفسها أو الهرب من معنفها؟ أنا بوجه تحية لكافة نساء فلسطين. فبالتالي إحنا أصبحت المرأة الفلسطينية امرأة قوية في ظل وجود اللي هو مراكز التوعية، وجود العيادات القانونية. أصبح هناك موجود على صعيدنا في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ما يدعى بالعون القانوني، وهذا وجد لحماية المرأة وتقديم كافة أنواع الدعم للمرأة وتشجيعها على المطالبة بحقوقها، سواء حقوقها الشرعية سواء حقوقها بالميراث. فبالتالي هذه المنظومة أصبحت منتشرة بشكل كبير لدعم مثل هذه الفئة. فبالتالي المرأة لا يمكن أن تكون ضعيفة في ظل وجود هذه المراكز، في ظل وجود الكثير من صناع القرار. فبالتالي تقوم بنشر الوعي والفكر وزيادة الفكر لدى العموم الناس بأن المرأة لها العديد من الأدوار، المرأة لها حقوقها لابد من التأكيد عليها. فبالتالي من خلال هذه المنصات إحنا بنسلط الضوء على هذه الفئة، فبالتالي كافة وجميعا يد بيد، فإنه إحنا بنقدر اللي هو إيش نعمل على الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير. أضف إلى ذلك، نحن ليس فقط على صعيد فلسطين،
فبالتالي نرى أنه أصبحت حتى نحن باطلاع على الوطن العربي بأكمل. فهناك ما تم اللي هو نشر بالآونة الأخيرة حالات القتل نيرة أشرف، شيماء جمال وغيرها من الطالبات، التي مع الأسف نرى هناك بعض المؤيدين لهذه الظاهرة. فبالتالي نطالب اللي هو كافة اللي هو المراكز، نعم، وكافة اللي هو قوانين ومراكز حقوق الإنسان لدعم هذه الفئة ويد بيد حتى نكون أمام، نعم، شكرا جزيلا لك. امرأة قوية صانعة قرار. المحامية وعضو وحدة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين النظاميين.